قامت سلطات الاحتلال بفتح مدخل خاص لهؤلاء المستوطنين. هذا المنزل الذي نتحدث عنه هو يقع في منطقة حارث قطول، وهناك فاصل احتلالي هو عبارة عن جدار فصل عنصري يفصل هذه المنطقة حارث قطول عن شارع السهلة. ولكن بعد أن تم احتلال أحد المنازل في هذه الحارة وهذه المنطقة من قبل مستوطنين الاحتلال، قاموا جنود الاحتلال وسلطات الاحتلال قامت بفتح مدخل خاص لهم ينفذ إلى شارع السهلة. طبعا هذه محاولات من أجل تهويد المنطقة، هذه محاولات من أجل التوسع الاستيطاني الذي أنشئ داخل البلدة القديمة. نرى في هذه الحادثة تناغم وتساوق ما بين سلطات الاحتلال وما بين غلاة المستوطنين. غلاة المستوطنين يحاولون السيطرة واحتلال العقارات واحتلال المباني، وسلطات الاحتلال تيسر لهم هذه المهمة. نحن نرى بأن الإسرائيليون يحاولون الإتجار بكل شيء بما فيه الدين من أجل خدمة أهدافهم الاحتلالية. إقامة مثل هكذا طقوس أمام مسجد إسلامي، هذه مدعاة لاستفزاز مشاعر المسلمين، مشاعر الفلسطينيين الذين يسكنون هذه المنطقة، وهي محاولة وشغل جديد من أشكال محاولات الإسرائيليين من أجل فرض واقع وتعزيز فكرة الاستيلاء وتهويد الحرم الإبراهيمي الشريف.